السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي نتمم البارت الأخير من Thermal Deformation in Material من محاضرات التشوهات الحرارية في المواد. Example 4.72. For the beam ABC shown in figure below, which is supported by a pin B and a steel bar at A. هذا البيم مسند بسبورت من نقطة B ومعلق بستيل بار من نقطة A. Determine the temperature change required at bronze bar only to keep it without stress. احسب الإجهادات الحرارية في كيبل البرونز فقط بدون إجهادات ليحفظه أو ليحافظ على البيم، يعني يسند حركة البيم بس بدون ما يجهد كيبل البرونز. يعني بس احسب التشوهات بكيبل البرونز نتيجة تغير درجة الحرارة بدون أي قوى خارجية تؤثر على كيبل البرونز بحيث يحافظ على البيم في حالة توازن. زين، أكو نوت هنا بالحل سوليوشن، نوت ملاحظة يقول لك to keep bronze bar without stress، حتى أحافظ على كيبل البرونز بدون أي إجهادات أو مؤثرات خارجية. So we must keep reduced temperature، يجب أن نقلل درجة الحرارة so that bronze bar shrink with the same deformation amount of joint C and the effect that result from load 10 كيلو نيوتن. يعني شنو؟ يقول حتى أحافظ على كيبل البرونز بدون أي إجهادات خارجية تأثر عليه، فقط تغير درجة الحرارة، راح أقلل درجة حرارة كيبل البرونز حتى شنو؟ يصير بيه انكماش، حتى يتوافق ويا المؤثر الخارجي اللي هو 10 كيلو نيوتن اللي دا يأثر بالبيم ويسحب لي جوه، يتوافق ويا هاي العشرة كيلو نيوتن، مو تسحب البيم بين البي والسي تنزله لي جوه. هذا بنزول العشرة كيلو نيوتن راح يتمدد، أخلي العفو يتقلص ينكمش، أخلي كيبل البرونز ينكمش بانكماش مساوي إلى تأثير العشرة كيلو نيوتن، بحيث العشرة كيلو نيوتن ما تضغط على كيبل البرونز وتنزله، كيبل البرونز راح ينزل نتيجة تغير درجة الحرارة. زين، أجي أسوي equilibrium about نقطة B point B. أخذ summation moment about نقطة B equal to zero. طبعا أسوي هنا free body diagram للforces، أرفع السبورت أحط مكان الرياكشنات اثنين pin أو hinge support، حيكون B رياكشن للأعلى باتجاه الواي ورياكشن لليمين باتجاه الإكس الموجب. طبعا أرفع الكيبل البرونز أحط بمكانه PBR قوة مؤثرة، أكسيال فورس مؤثرة بكيبل البرونز قيمتها بي برونز، وأرفع كيبل الستيل وأحطه بمكانه أكسيال ستريس أو أكسيال فورس مؤثرة بكيبل الحديد اسمها بي ستيل. طبعا اتجاهها يكون باتجاه تعليق الكيبل، وهذا اتجاه يكون باتجاه الكيبل كيبل البرونز. تشوفون هذا الأعلى لين كيبل البرونز دا يسند للأعلى، وهذا للأسفل لين كيبل الستيل دا يسند من الأعلى من الأسفل للأعلى، فيكون رد الفعل للأسفل. هذا دي يضغط أو دي يصير بيه انكماش شرنكج، فرد الفعل ما يصير لي فوق حتى يدفع البيم لي فوق حتى يظل البيم بحالة إكوليبريم. هسه أسوي البي ستيل بكيفك، تأخذ هنا هو ماخذ هنا الحركة حول البي باتجاه عكس عقارب الساعة موجب، تريد تأخذها بهذا هاي الفرة موجبة والبقية سالب، أو تريد تأخذ هاي الفرة موجبة مثل ما ماخذها هو والبقية سالب، أنت بكيفك، هو ماخذ هاي الفرة موجبة. إذن P steel في 1.5 موجب، أجي هنا هذا ما يسوي المومنت لأن مرت بنقطة أخذ العزوم حول البي، أمشي راح ألقى العشرة كيلو نيوتن دا تفر عكس الفرة اللي أنا ماخذها، فراح يصير العشرة كيلو نيوتن في 1.5 بالسالب، طبعا سالب 10 في 1.5. أمشي للأخير، طبعا نمشي على هذا العفو، نمشي على الفري بادي دايجرام، أمشي للأخير راح ألقى بي برونز دتفر بالاتجاه اللي أنا فارضه،
بس احنا ايش قلنا؟ قلنا بما انه الكيبل ما يجهد باي اجهادات خارجية، فقط نتيجة تأثير درجة الحرارة، يعني اي قوة مارة بي تساوي صفر، ما بي اجهاد. فالبيبرونز انا ارسمها بالفري بودي دايجرام، بس هي قيمتها تساوي صفر، لان يعني ده يقول لي ديترماين ذا تمبرتشر تشينج، احسب التغير بدرجة الحرارة المطلوب في كيبل البرونز ات برونز بار اونلي، لكي يحافظ to keep it without stress، لكي يحافظ عليه بدون أي إجهادات، يعني ما بي أي إجهادات، يعني أي قوة تأثر به صفر، فقط يصير به تغير بدرجة الحرارة. البي برونز أقدر ما أدخلها بالمعادلة، يعني هي قيمتها صفر، أصفي المعادلة راح تطلع لي بي القوة المارة بالستيل تساوي 10 كيلو نيوتن. زين، بعد ما طلعت القوة المارة بالستيل أقدر أطلع الدلتا للستيل، طبعا أقدر أطلعها، لأن الدلتا بالستيل، دلتا بكيبل ستيل هي نفسها الدلتا بنقطة A، التغير التشوه بالستيل يساوي الإزاحة لنقطة A، ويساوي بي ستيل في طول الستيل على الـ A في الـ E. بي ستيل 10 كيلو نيوتن في 10 أس 3 حوالي 10 نيوتن، في طول الستيل 2000 ملم، يعني 2 في 10 أس 3 على مساحة مقطع الستيل 150 ملم مربع، في القيمة الستيل 200 جيجا اضربها في 10 أس 3 حتى حولها 100 جيجا، حيطلع لي دلتا مال الستيل 0.66 ملم. زين، ارسم فري بادي دايجرام للإزاحة او للديفورميشن. احنا نتيجة تأثير القوة الخارجية، وبما انه كيبل البرونز ما راح يكون له اي تأثير لان يعني بدون اي اجهادات، فراح يتبع الحركة مال 10 كيلو نيوتن للاسفل، دلتا سي للأسفل تساوي دلتا ثيرمال للبرونز، ما بي دلتا ديو تو اكسترنال لود، يعني دلتا ام، ما بي دلتا ام، بي بس دلتا ثيرمال. الدلتا ثيرمال تساوي دلتا سي نفسها، والدلتا ستيل للأعلى، دلتا ستيل للأعلى ايش قد قيمتها؟ طلعناها 0.66 ملم، نتيجة تشابه المثلثات دلتا ستيل او دلتا اي هي نفسها دلتا ستيل على 1.5 يساوي دلتا سي على 2.5، طرفين وسطين راح تطلع عندي دلتا سي 1.111 ملم، دلتا سي تساوي دلتا ثيرمال تساوي 1.111 ملم، ويساوي الفا ال دلتا تي. الالفا مال البرونز ناطيني اياها 20 في 10 سالب 6، في طول البرونز 2500 ملم، هنا كيبل البرونز بس هنا اكو خطأ، 2500 ملم، يعني 2.5 في 10 أس 3، 2.5 في 10 أس 3، هنا احط 0.5 مو 2. في الدلتا تي انا اريد اطلع الدلتا سي، انقل اضرب هذني واقسم 1.111 على حاصل ضرب هذني، يطلع لي الدلتا تي 22.222 ديجري سلسيس. ايش دا يصير بي؟ اني دا عرضه لشرنكج، عرضه نقصان بدرجة الحرارة حتى يصير بي انكماش، حتى يتبع تأثير القوة 10 كيلو نيوتن، حتى ما يقاومها، لان لا قاومها راح يصير بي اجهاد، وانا ما اريد اسوي بي اجهاد، اريد اي اجهادات بالكيبل تساوي صفر، فاخليه يتبع القوة للاسفل، اسوي بي انكماش حتى ينزل لي جوه. يعني شنو هاي؟ ديكريز بدرجة الحرارة، ديكريز اوف تمبرتشر يعني نقصان بدرجة الحرارة. نجي على الاكزامبل 473. 473 عندي 2 ألمنيوم بار، 2 ألمنيوم بار ار بيند وذ ستيل كيبل، دي سندن ستيل كيبل، هذا الكيبلين من الألمنيوم، دي سندن ستيل كيبل، واحد دا يسحب لي فوق واحد دا يسنده من جوا بنقطة B. Determine the stress at each material when the steel cable has a temperature drop of 40 degree Celsius. يعني احسب الإجهادات بكل كيبل عندما يعرض كيبل الستيل الى دروب بدرجة الحرارة، يعني نقصان بدرجة الحرارة بمقدار 40 درجة مئوية. اسوي فري بادي دايجرام، ارفع الكيبلات واحط بمكانهم قوى، كيبل الالمنيوم
هذا ايش دا يسوي للكيبل الستيل، ايش دا يسوي الكيبل الالمنيوم الفوق، دا يسحبه، يعني دا يعرضه الى قوة لي جوا. كيبل الستيل القوة ما تكون باتجاه تعليقه، نقطة تعليقه. كيبل الالمنيوم جوا ايش دا يسوي، دا يدفع هذا، يعني اتجاهن، خلي اتجاهن بنقطة هذني كيبلات، كيبل الالمنيوم الفوق والجوا اتجاهن على نقطة بي، على نقطة التعليق. بس كيبل الستيل الاتجاه ما تري جوا، انت بكيفك تقدر تفرض هذني الاتجاهات اللي فوق، ماكو مشكلة. انا قلت لك اي اتجاه تفرضه بالنهاية القيمة هي راح تصحح الاتجاه. زين، نعطيني مواصفات كيبل الستيل، نعطيني مواصفات كيبل الالمنيوم، نعطيني هذا البعد. اجيش اسوي هسه كوساين ل30، حتى ايش اطلع، اطلع طول كيبل الالمنيوم واللي هو نفسه هذا، لان نفس المادة مالته باتجاه الافق هي نفسها، فيكون الطول نفسه والزوايا نفسها، فاطلع طول واحد والاخ هو نفسه. انت هنا تقدر تشتغل على واحد والثاني راح يكون نفسه، اذا كان عندك المقطع سيمترك بحيث الزوايا متشابهة والبعد واحد، يعني مشكلات مثلث متساوي الساقين. زين، وبهاي الحالة كوسين الثلاثين تساوي، اخذ كوسين الثلاثين حتى اخذ المجاور على الوتر، لان يعني المجاور عندي معلوم 600 ملم، على الوتر مجهول اللي هو طول البي سي. اذا طول البي سي 600 على كوسين 30 692.82 ملم. اسوي فري بودي دايجرام للقوى ادجوينت بي، اخذ مجموع القوى باتجاه الاكس حتى يدخل البي ستيل. اذا مجموع القوى باتجاه الاكس عندي هاي المركبة الافقية للبي الالمنيوم والمركبة الافقية لهذا زائدا البي ستيل، فش راح يصير عندي بهذا الشكل. كم مركبة افقية عندي؟ بي الالمنيوم طبعا الافقية في كوساين ل30 زائدا بي الالمنيوم في كوساين ل30 ناقصا بي ستيل تساوي صفر. اصفي المعادلة اطلع عندي بي ستيل تساوي 1.73 بي الالمنيوم، معادلة رقم واحد. نوت، ملاحظة، when steel bar exposed to temperature drop of 40 degrees Celsius, the steel bar tend to pull the joint B to the left, but the aluminum bars will try to move the joint B to the right direction to keep the joint B in the original position. يعني هنا نرسم free body diagram للديفورميشن. عندما عرض كيبل الستيل الى نقصان بدرجة الحرارة بمقدار 40 درجة مئوية، راح يصير بكيبل الستيل انكماش، فيحاول يسحب نقطة بي لي جوه. كيبل الالمنيوم يلزم نقطة بي يدفعها لليمين، هذا كيبل الستيل يسحب نقطة بي اليسار، كيبل الالمنيوم يدفع نقطة بي لليمين حتى تبقى نقطة بي بالبوزيشن مالتها، حتى ابقى بحالة اكوليبريم. فراح يصير عندي ديفورميشن بهذا الشكل، هاي الموقع الجديد لنقطة بي. فأسوي معادلة ثانية للحركة، حركة البي من 1 إلى 3، هاي أسميها اكس، وهاي الزاوية 30. أجر خط من البوزيشن الجديد، عمودي على كيبل الألمنيوم حيصير عمودي. زين، شلون أطلع قيمة نقطة اس، قيمة نقطة اكس؟ هاي الحركة من 1 لـ2 نتيجة النقصان بدرجة حرارة كيبل ستيل، حيسحب البي من 1 لـ2. كيبل الألمنيوم راح يحاول يرجع نقطة بي من 2 لـ3، لأن ما يقاوم كيبل ستيل، لأن مادة الستيل أقوى من الألمنيوم، فراح يوصلها لهنا. فراح تكون هاي من 1 لـ2 due to thermal deformation، ومن 2 لـ3 delta strength of material نتيجة مقاومة مادة الألمنيوم، هاي أسميها دلتا M. ما تبقى هو X، فالإكس راح يساوي دلتا ثيرمال ناقصا دلتا M، معادلة رقم 2. كوساين 30 يساوي
المجاور على الوتر. المجاور هنا هذا راح يكون دلتا ام للألمن للألمنيوم، هذا دلتا ام للستيل، هذا دلتا ام للستيل، هذا دلتا ام للألمنيوم. من الواحد للاثنين نتيجة تغير درجة الحرارة المن كيبل الستيل، نقصنا درجة الحرارة سحب نقطة بي من الواحد لاثنين. هناك مقاومة لكيبل الستيل يحاول يدفع النقطة يرجعها للثلاثة، وأكو مقاومة لكيبل الألمنيوم يسحب النقطة بي من الثلاثة يرجعها للواحد. المقاومة لكيبل الألمنيوم حتكون مائلة، مقاومة الكيبل الستيل تكون أفقية. فالإكس هاي الحركة إكس تساوي دلتا ثرمال الستيل ناقصا دلتا إم للستيل، معادلة رقم 2. كوساين 30 يساوي المجاور اللي هو هذا المجاور يكون دلتا إم على الوتر إكس. إذا إكس إذا دلتا إم يساوي إكس في الكوساين 30، أعوض معادلة رقم 2 معادلة رقم 3، راح يطلع عندي دلتا ام للألمنيوم يساوي دلتا ثيرمال ستيل ناقص دلتا ام ستيل في كوساين 30. اعوض دلتا ام ألمنيوم اللي هي تجيني من بي ال ألمنيوم على اي اي ألمنيوم. بي ألمنيوم مجهول في طول الألمنيوم طلعناه 192.82، على الايريو مال الألمنيوم 300 في الإيمال الألمنيوم 70 في 10^3 في 10^3 على التحول ميجا، يساوي دلتا ثيرمال الستيل ألفا ستيل 11 في 10^-6 في طول الستيل 600 في دلتا تي مال الستيل 40 تغير درجة الحرارة ناقصا. من عوضها بالقانون هنا عوضها بدون إشارة، ناقص المقاومة مال الستيل تساوي بي ستيل في طول الستيل على اي ستيل في اي ستيل. بي ستيل مجهولة في طول الستيل 600 على اي ستيل 50 في الاي ستيل 200 في 10^3 الكل في كوساين 30. زين نصفي المعادلة راح تطلع لنا بدلالة بي ستيل وبي ألمنيوم. هنا ايش حنسوي؟ تعوض تحل معادلة عندنا since P steel، أنا عندي أصلا بالبداية P steel تساوي 1.73 P ألمنيوم، أعوض معادلة رقم 1 هنا بالمعادلة النهائية راح أطلع P ألمنيوم، تحسبها هنا تطلع P ألمنيوم. من P ألمنيوم تعوضها بمعادلة بإحدى المعادلتين إما 1 أو هاي أسميها معادلة رقم 4، راح تطلع البي ستيل أقسم كل بي أقسمها على مساحة مقطع بي ألمنيوم أقسمها على مساحة مقطع الألمنيوم حتى أطلع جهاد الألمنيوم، والبي ستيل أقسمها على مساحة مقطع الستيل أطلع جهاد الستيل وهو المطلوب. عندنا اكزامبل 74 ان الومنيوم اند برونز سيلندر ار سنترد اند سكيورد بتوين تو ريجيد بليتس باي تايتن تو ستيل بولتس اس شون ان فيجر ات 10 ديجري سلسيوس نو اكسيال لود اكزيست ان اسامبلي فايند ذا سترينث فايند ذا ستريس ان ايتش ماتيريال ات 90 ديجري سلسيوس. يقول هنا عندنا سلندرات اثنين او تيوبات اثنين، واحدة من الالمنيوم واللخ من البرونز رابطيهم الاثنين هم وحاصريهم ببليتات اثنين داخل سنترناهم بتيوب من الستيل وربطناهم ثبتناهم ببليتات اثنين من الجهتين. طول الالمنيوم 75، طول البرونز 100 ملم، 75 ملم الالمنيوم والبرونز 100 ملم. يقول لك في درجة حرارة 10 درجة مئوية no axial load exists، لا توجد أي إجهادات في هذا المجمع. جد الإجهادات المتولدة عندما ترتفع درجة الحرارة إلى 90 درجة مئوية. نكتب مواصفات المقاطع هنا كلها نعطينا إياها. دلتا تي أحسب الدلتا تي، هاي تعتبر التي الابتدائية وهاي النهائية،
مقدار تغير درجة الحرارة يساوي النهائي ناقص الابتدائي 90 ناقص 10 يساوي 80 درجة مئوية. حسبت الدلتا تي نخليها على صفحة. دلتا ثرمال تساوي ألفا أو دلتا تي، لكون ألفا للبرونز والألمنيوم أكبر من ألفا للستيل، فهذا يعني المهم هناش حنعرف بين اثنينهم يتمددون أكثر من الستيل. الألفا مال الألمنيوم والألفا مال البرونز أكبر من الألفا مال الستيل، يعني شنو معامل التمدد الحراري للألمنيوم والبرونز أكبر من معامل التمدد الحراري للستيل، فراح نعرف بأن الألمنيوم والبرونز يصير تمددهم أكبر وأسرع من الستيل. بما أن البرونز والألمنيوم يتمددون أكثر من الستيل فإنهم سوف يضغطون على البليت، لأنه مو راح يتمددن أكبر وأسرع من الستيل، فالستيل يحاول يلزم البليتات لأنه دفعا البليتات نتيجة التمدد، فراح يصير ضغط على البليتات للخارج، لكن الستيل سوف يسحب البليتس إلى الداخل لكون تمدده أقل من البرونز والألمنيوم. فنسوي فري بودي دايجرام بهذا الشكل، الستيل يسحب لي جوا فوق وجوا، والألمنيوم والبرونز البي تساوي بي ألمنيوم بي برونز بي وحدة تدفع للخارج. فراح أرسم فري بودي دايجرام للوز، آخذ سميشن اف اكس اكوال تو زيرو، بي ستيل زائد بي ستيل ناقصا بي التجيني من الألمنيوم والبرونز يساوي صفر، إذا البي تساوي 2 بي ستيل. نسوي فري بودي دايجرام للديفورميشن، أتوقع من الألمنيوم والبرونز ما راح يتمددن، راح يدفعن البليتة من واحد واحد وين يوصلنها إلى اثنين. زين، الستيل أيضا يصير بيه تمدد حراري، لكن تمدد الحرارة مالته قليل من واحد واحد إلى اثنين، إلى هاي النقطة اثنين. زين، هذني نتيجة مقاومة الألمنيوم والبرونز راح يدفع البليتة من نقطة اثنين، الستيل راح يقاوم دفع البليتة يحاول يسحبها من الثلاثة يرجعها للاثنين، فراح تصير هاي دلتا ام للستيل، وهاي نتيجة تغير درجة حرارة الستيل قليلة من الواحد لاثنين، والألمنيوم والبرونز دفعا من التغير الحراري مالته صار من الواحد واحد للهاي الاثنين. الستيل راح يقاوم يسحب من ثلاثة لاثنين، فراح تصير مقاومة من الستيل راح يسحب البليتة من ثلاثة لاثنين. هناك مقاومة أيضا للألمنيوم والبرونز يقاوم سحب الستيل، فراح تصير مقاومتهم من اثنين لثلاثة، هاي دلتا ام للألمنيوم زائد البرونز، هاي من الواحد للاثنين الخارجية راح تكون كلها دلتا ثرمال ألمنيوم برونز، من الاثنين للثلاثة مقاومة الألمنيوم والبرونز، من الواحد للاثنين هاي مقدار التغير الحراري للستيل يكون قليل جدا مقارنة بمقدار التغير الحراري للألمنيوم والبرونز. يعني أول شي راح ترسم أنت نتيجة معامل التمدد الحراري، كون معامل التمدد الحراري للألمنيوم والبرونز أكبر من معامل التمدد الحراري للستيل، فالدفع مالته نتيجة تغير درجة الحرارة راح يكون أطول، ومال الستيل يكون من الواحد لاثنين أقصر، فراح يدفع عن البليتة من الاثنين للثلاثة، يدفع عنها من الواحد للثلاثة. الستيل راح يحاول يسحب يرجع البليتة من الثلاثة للاثنين، وهناك مقاومة للسلندر الألمنيوم والبرونز يقاوم سحب الستيل، يقاوم من الاثنين للثلاثة، يوقف هنا بالثلاثة، فأشكل معادلة دلتا ثيرمال ناقصا دلتا ام، دلتا ثيرمال ناقصا دلتا ام للألمنيوم والبرونز تساوي دلتا ثيرمال ستيل زائدا دلتا ام ستيل، أعوض بما يساويهن دلتا ثيرمال الفا او دلتا تي، دلتا ام بي ال اوفر اي اي للألمنيوم زائدا هنا شنو المن دلتا ثيرمال دلتا ألمنيوم على الألمنيوم، بعدين دلتا زائد ألفا ال دلتا تي ناقصا بي ال اوفر اي اي للبرونز يساوي ألفا ال دلتا تي للستيل
زائد بي ال اوفر اي اي للستيل، نعوض عن بي بمعادلة رقم واحد لإيجاد بي ستيل، ثم نحسب بي من معادلة رقم واحد. نرجع لفوق، احنا عندنا معادلة رقم واحد هاي بي تساوي 2 بي ستيل، أجيب البي هاي معادلة رقم واحد، أو أشيل شكو بي هنا أحط مكانه 2 بي ستيل، وأحط الأطوال المعطاة بالسؤال. عندي الأطوال كلها أعوض بالمعطيات هاي كلها، راح تطلع لي قيمة البي ستيل، أقسمها على مساحة مقطع الستيل حطلع الإجهاد الستيل. البي مال الألمنيوم أقسمها على مساحة مقطع الألمنيوم يطلع لي إجهاد الألمنيوم. بي مال البرونز، البي هي نفسها مال الألمنيوم والبرونز هي نفسها، هم أقسمها على مساحة مقطع البرونز راح أطلع إجهاد الألمنيوم. الفكرة أنت كلها وين عندك؟ عندك كيفية تكوين معادلة للثيرمال ديفورميشن. شلون تتخيلها؟ سأعيدها منها. احنا قلنا معامل التمدد الحراري للألمنيوم والبرونز أكبر من معامل التمدد الحراري للستيل، فالألمنيوم والبرونز راح يتمددن أسرع من الستيل، فراح يدفعن البليتة للخارج. الألمنيوم والبرونز راح يحاول أن يوصل، هو نفس الألمنيوم والبرونز إذا ما أكل البليتة حيوصلن لهنا للاثنين. زين، بما أنه موجودة عندي البليتة، البليتة راح تقاوم نتيجة مقاومة الستيل، فراح تسحب الألمنيوم والبرونز من الاثنين لثلاثة. والستيل معامل التمدد الحراري مالته راح يكون من الواحد للاثنين. الستيل أيضا به مقاومة نتيجة دفع الألمنيوم والبرونز من الواحد للثلاثة. الستيل راح يحاول يسحب من الثلاثة للاثنين يرجعها، يعني يحاول يثبت البليتة بالاثنين هنا بالمقطع هنا عندي، أو بالمستوى 2 2. فراح تصير عندي الفكرة دلتا ثرمال الألمنيوم برونز ناقصا دلتا أم لمقاومة الألمنيوم تساوي دلتا ثرمال للستيل زائد دلتا أم ستيل، وأعوض بما يساويهن وأحفظ وأحسب القوى وأقسمها على المساحات المقاطع وأحسب الإجهادات. لهنا نوقف البارت الأول من المحاضرة النهائية لشابتر 4، ونكملها ببارت ثاني اللي هو يعتبر الأخير.